هو واحد من أبرز رموز وعلامات نادي الاتحاد السكندري لاعبا ومدربا، تميز بانضباطه داخل وخارج المستطيل الأخضر وبأخلاقه الرفيعة الدمثة التي وضعته في مكانة مرموقة بقلوب جماهير الكرة المصرية بشكل عام وأنصار زعيم الثغر بشكل خاص، النجم محمد عمر. محمد عمر من مواليد حي سيدي جابر بالأسكندرية في 2 سبتمبر من عام 1958، وانضم لصفوف الاتحاد وهو في 15 من عمره بعدما اكتشف موهبته ورداني أحد أقدم وأشهر كشاف المستديرة في المدينة الساحلية. وداخل الجارم ويلف كورة حلوة عالية ويخش جوه الجون، يخش محمد عمر ويحط الجون التعادل لنادي الاتحاد. ولم يلعب عمر لأي ناد في مصر سوى بقميص الاتحاد السكندري على مدار 14 موسما بصفوف الفريق الأول، تخللها فترة احتراف قصيرة بنادي الأهلي القطري. مسيرة حافلة وتاريخية لمحمد عمر على المستوى الدولي بقميص منتخب مصر الأول، حيث ساهم في تتويج الفراعنة بلقب أمم أفريقيا عام 1986، كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987، وكان عمر ضمن الكتيبة الذهبية لمنتخبنا في دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، كما حصل على لقب أفضل مدافع في كأس العرب بالأردن عام 1988. وسطر عمر تاريخا ذهبيا باسمه في مجال التدريب من خلال مشوار طويل يمتد لأكثر من ربع قرن بتصعيد فريق السواحل لدوري الدرجة الأولى، كذلك حصد 4 ألقاب مع فريق الوحدات الأردني خلال موسمين لتطلق عليه جماهير النادي لقب الجنرال، كما حصد لقبا آخرا خلال ولايته للمريخ السوداني فضلا عن تقديم عروض فنية مميزة مع كل من النصر الليبي وصحم العماني، بالإضافة إلى عدة ولايات في بيته بنادي الاتحاد السكندري. كما قاد محمد عمر منتخب مصر للتتويج بكأس العالم العسكري في عامي 1999 و2001 في إنجاز تاريخي. محمد عمر قدم أغلى هدية للوطن باستشهاد نجله المقدم شريف في مارس من عام 2016، والذي ضحى بروحه بشجاعة وبسالة دفاعا عن مصرنا الحبيبة، ليلازم محمد عمر لقب أبو الشهيد تخليدا لذكرى وبطولة المقدم شريف.